مرحبا بكم، تحية طيبة. أنا هنا في إطار المشاورات بين جمهورية غامبيا والمملكة المغربية، وكانت فرصة سانحة بالنسبة لي لتمثيل هذه العلاقات وهذا الدعم المستمر للمغرب لغامبيا وأيضا من طرف غامبيا للمغرب. وهذه مسألة محورية بالنسبة للمغرب وشيء رئيسي، وهذا كفاح من أجل الحفاظ على سيادة المغرب على صحرائه. وأنا أردد، وموقفنا هو واضح وواضح جدا، غامبيا دائما كانت بجانب المغرب، ومنذ الاستقلال نحن اعترفنا بمغربية الصحراء وأفخر ولدي الشرف أن أفتح أول قنصلية، وكان لدينا فخر وشرف افتتاح أول قنصلية عامة بالداخل، لأن هذه القنصلية كانت هناك قنصليات أخرى افتتاحها في الداخل. وبعد الزلزال الذي أثر على المغرب جئت اليوم وأعبر عن تضامني مع الشعب المغربي، وأيضا أن أرحب بهذه الدينامية، دينامية هذا التضامن، لأن المغرب بيّن بأنه قادر على أن يتحمل تداعيات هذا الزلزال. وهذا إذن أجدد دعمي للشعب المغربي، والجميع في المغرب تعبأ بما فيهم رجال ونساء لخلف صاحب الجلالة محمد السادس لمساعدة كل من تأثر من تداعيات هذا الزلزال. إذن أهنئكم على هذا الروح، هذه الروح، روح التضامن، وأيضا ذلك يرسخ ما قيل في جنوب إسبانيا بأن التضامن كما يقال بالإسبانية، التضامن هو أهم شيء بالنسبة للشعوب، والمغرب بيّن بأنه قادر على أن يتحلى هذه الروح، روح التضامن. إذن أجد دعمي وأهنيكم على هذه العلاقات المثينة، وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.